اللوائحيه او القانونيه ما اقدرش افتي فيها في وجود الكابتن احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره والمشرف على لجنه شؤون اللاعبين وهو مدرسه اللوائح. كابتن احمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام والله. ايه بقى الموضوع وايه الصح وايه الغلط ومين ايد مين والدنيا فين؟ كابتن احمد راح فين؟ ايوه كابتن سيف معاك. ايه بقى كابتن اللوائح ايه والموضوع ايه؟ يعني انا شايف الموضوع بسيط يعني مش بستر شديد جدا. احنا عندنا لعيب انتهت اعارته مع النادي المنتقل اليه بيرجع لناديه الاصلي اللي هو نادي امبي. كون ان امبي بقى يعيره وينقله ويأيده ويعمله ده موضوع يعني احنا كاتحاد لسنا طرفا فيه. كويس. حصلت مكالمه امبارح بيني وبين المستشار مرتضى منصور. فالراجل قال يعني سأل برضه فقلت له ان هو مؤمن خلاص بقى لاعب هيعود لنادي امبي. احنا ما يفرقش معانا الموضوع هيجي الزمالك هيروح الاهلي هيروح الاسماعيلي هيروح دمنهور ده موضوع ما يهمناش في حاجه. الراجل سال عن بعض الامور وانتهت المكالمه عند هذا الحد. تمام. ايه بقى ايه الحته كابتن بتاعك منطقه الجيزه منطقه القاهره النهارده الصبح؟ النهارده الو كابتن مع حضرتك اتفضل. النهارده الصبح فوجئت بمسؤول القيد في منطقه القاهره بيتصل بيا بيقول لي ان جاي له المسؤولين من نادي الزمالك طالبين استعلام عن حاله مؤمن. قلت له خلاص اكتب لهم استعلام عن حاله مؤمن الحاله الموجوده ان لاعب متعاقد مع نادي امبي تمام وتم اعارته لنادي الزمالك وانتهت اعارته. فالراجل كان موجود الكابتن حماده انور فحماده قال له اكتب لي انه غير مقيد. قلت له ما هو طالما اعارته يبقى غير مقيد. فقلت له خلاص اكتب له من منشور التعليمات والاجراءات بتاع القيد الماده اللي بتقول ان لاعب المعار يتم رفع اسمه من قوائم الفريق. اللاعب المعار هي اللبس اللي عمل الموضوع ايه؟ الناس تصورت ان هو مش متأيد فده معناه ان هو حر. على فكره امبي جاب مؤمن في بدايه الموسم في الاوايم واحنا اللي رفضنا لان اللاعب المعار لا يتم رفع اسمه من الاوايم فما ينفعش يبقى موجود وبعتنا لهم جواب بهذا الشأن. فهم من اول السنه باعتين جواب عشان كانوا يضيفوه واحنا اللي قلنا لهم طالما هو اعير ما ينفعش يكون موجود في الايام. تمام. فقلنا له عمل الاستعلام بهذا الشكل وانتهى الموضوع. بعد شويه نادي امبي بعت لنا كان ممكن خلي بالك ان امبي النهارده يأيد اللاعب ينقله يعمله ده مش موضوعنا. فنادي امبي بعت لنا بطلب بضم لاعبه مؤمن زكريا هو كان عنده اظن القايمه فيها 25 لاعب واستبدل لاعب افريقي عنده لاعب افريقي اسمه لورنس فهو استبدله وحط مكانه مؤمن زكريا. انتهى الامر بدفع رسم الاستبدال. احنا بالنسبه لنا النادي انتهى العيب انتهت اعارته رجع مره ثانيه للنادي بتاعه عند هذا الحد انتهى الموضوع. بدا اللبس في الكلام اللي هو باعتبار ما سيكون. احنا حتى الان عندنا الزمالك وعندنا امبي. الزمالك نفسه او يعني بيحاول هو اللعيب يستكمل معاه اللعيب اللي كان ماشي معاه كويس امبي يرجع لعيبه وخلاص الموضوع انتهى بالنسبه لنا. اللي بيتكتب على المواقع والراي العام ان مساله ان هو لو اتنقل ثاني ما ينفعش عشان كده هيبقى تأيد لثلاث انديه لائحه الاتحاد الدولي ولائحه الاتحاد المصري ومن المواد الملزمه للاتحادات المحليه ان اللاعب لا يجوز انه يقيد لاكثر من ثلاث انديه في الموسم لكن لا يشارك الا الناديين. يعني ممكن اللاعب وعلى فكره في استثناء في انه يشارك للناديين بس دي ما تنطبقش على الحاله بتاعتنا لكن النص الصريح انه يجوز انه يتأيد في ثلاث انديه. يعني معنى كلام حضرتك انه لو لعب ماتش واحد في امبي يبقى خلصت. خلص الموضوع لو هو لو امبي اشرك مؤمن خلص القضيه بقى خلاص لعب في الزمالك ولعب في امبي ما يقدرش يتنقل ويلعب لنادي ثالث في السنه الا لو راح دوله من المواسم المتقاطعه روسيا بقى مش عارف السودان اللي هي بتبدا في الموسم اللي هو الشتوي يعني. تمام. ودي حاله مش موجود دي حاله مش موجوده عندنا في اي حاجه رسميه يا كابتن النهارده ان مؤمن النهارده حتى الان مؤمن رايح دمنهور رايح الاهلي رايح الاسماعيلي رايح المصري ايوه هو ده السؤال اللي كنت هساله لا يخصنا هذا الامر مؤمن لا في اي حاجه رسميه ان مؤمن في الاهلي مؤمن احنا بكره لو جالنا اي نادي في مصر باوراق قيد مكتمله يعني استغناء من نادي امبي بعقود مأيدها اللاعب تنازل نادي امبي بعقود مأيدها اللاعب اهلا وسهلا بيها يتأيد سواء كان النادي ده الزمالك الاهلي اسماعيلي ايا كان. يعني قصد حضرتك ان حتى الان مؤمن لاعب نادي امبي فقط لا غير. مؤمن بالنسبه لنا بالشكل الرسمي هو لاعب نادي امبي. يعني من بكره الصبح امبي يقدر يلعبه ويشركه معاه في المسابقه. تمام. برضه نقطه اخيره اللي فيها لبس ان هو قالوا ان في العقد اللي كان موجود في منطقه الجيزه موجود في القاهره ان العقد مكتوب فيه 30 يناير لا هي الاعاره بنموذج الاعاره ينتهي في الاول من يناير كان في الاعاره كانت شقين شق لو الزمالك خرج من البطوله الافريقيه وشق لو استكمل في اقصى الاحوال ان هو لو استكمل تنتهي الاعاره
في فتره التسجيل الثانيه، واحنا عندنا امبي كان بعد جواب في بدايه الموسم ان هو يستكمل لاعب يكمل مع الزمالك، احنا عندنا اقل فتره للاعاره هي الفتره بين فترتي التسجيل اللي هي حصلت فعلا. تمام، يعني العمليه نظيفه تماما يا كابتن. انا بقى بالنسبه لي ما يخصنيش بكره مين هيجي لي بورق، بعد بكره يجي لي بورق، ده موضوع ما يخصنيش. تمام. انا النهارده لاعب مؤمن ينطبق عليه حاله اي لاعب في الدوري مقيد في ناديه. تمام، 100 100. بشكرك يا كابتن، شكرا جزيلا. كابتن احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره.